بمناسبة اليوبيل الكهنوتي لعدد من الآباء الكهنة، أقيم في كنيسة البشارة للاتين في بيت جالا قداس إلهي. ترأسه غبطة البطريرك بير باتيسا باتسابالا بطريرك القدس للاتين بحضور عدد من الآباء الكهنة والراهبات وجموع غفيرة من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. لم تختاروني أنتم، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا فتثمروا، ويبقى ثمركم فيعطيكم الآب كل ما تسألونه باسمي. ما أوصيكم به هو أحبوا بعضكم بعضا. أقيم قداس إلهي في كنيسة سيدة البشارة بمناسبة ذكرى اليوبيل الكهنوتي الفضي لأربعة كهنة، وهم قدس الأب القانوني جورج دعبوب، قدس الأب بسام الدير، قدس الأب إياد طوال، وقدس الأب عدنان بدر. وقد ترأس القداسة غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا بطريرك القدسي للاتين، وبحضور البطريرك السابق ميشيل صباح، والمطران ويليام الشوملي، والمطران بولس مرقدسو، ورئيس المعهد الإكليريكي الأب برنارد بوجي، وكاهن الرعية الأب حنا سالم، وبحضور الكهنة المحتفلين وعشرات الكهنة من مختلف المناطق. وقد امتلأت أدراج الكنيسة بالراهبات والمدعوين من الأردن وفلسطين، وممثلي المؤسسات الرسمية والشخصيات والمؤمنين والجوقة وطلاب المعهد الإكليريكي. وفي كلمته هنأ غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا الأباء المحتفلين باليوبيل الكهنوتي الفضي، إذ أن الكاهن هو الراعي الصالح للأبناء والذي يزرع المحبة في قلوب أبنائه، حيث تبدأ مسيرة الكهنوت بالمحبة. كما قدم تهنئة لأهالي الكهنة بهذه المناسبة. So priesthood of some priests of the Latin Patriarchate. This is the feast of all the Latin Patriarchate, not only of this priest, but also all the communities where they served, Birzeit, Abud, all the parishes in Palestine and Jordan. So mabruk to all of them, mabruk to the church, mabruk to the Latin Patriarchate. وبعد القداس توجه الجميع لبساتين المعهد الإكليريكي وعلى أصوات عزف كشافة المجموعة البابوية، حيث أقيم حفل استقبال وتهنئة في البساتين والتقاط صور تذكارية. ربنا أعطانا الحياة وحياتنا كلها منه وإله، ونحن بنشكر ربنا على كل شيء ربنا أعطانا إياه، بالأخص نعمة الكهنوت، هاي النعمة الكبيرة. وربنا بطلب من الشباب كمان إنه تعالوا إلي، وبطلب دعوات كثيرة لحقله حتى يشتغلوا فيه، وحتى يجعلوا العالم واحد محبة وسلام، ويوصلوا البشرية إلى حيث هو في ملكوته. فنشكركم كثير على هاي التغطية الإعلامية، ونطلب مزيد من الدعوات من ربنا. نشكره على إيش أعطانا من نعم وبركات خلال حياتنا، وكل حياتنا لإله كل ما بعد. منصلي من أجل كل كمان الكهنة الموجودين في العالم اللي بحاجة ماسة لصلاتكم، هم بيصلوا لكم وانتوا صلوا لهم كمان. شكرا كثير لكم. للنورسات مارلين الحدوة من بساتين المعهد الإكليريكي بيت جالا.